بحث وفد أعضاء مجلس النواب مع رئيس البرلمان الإفريقي الوضع الليبي، وذلك على هامش مشاركتهم في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي بمقره في ميدرلاند بجنوب إفريقيا، حيث تمت مناقشة الوضع الليبي الراهن والدور الذي يجب أن يقوم به البرلمان الإفريقي وإمكانية قيامه بزيارة إلى ليبيا في الفترة القادمة. كما تم مناقشة آلية إدراج الملف الليبي ضمن جدول أعمال الجلسة العامة القادمة للبرلمان الإفريقي في أكتوبر القادم بالعاصمة الرواندية كيجالي. يذكر أن وفد أعضاء مجلس النواب على هامش اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي قاموا بالمشاركة في جلسات لجنة العدل وحقوق الإنسان، وحضروا احتفالية مؤتمر قمة السلام للقادة الأفارقة بسان تونس.